ازي حضرتك في روبي؟ مبروك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا ماما. وحشتيني. ازيك يا ماما؟ يا ماما وحشتيني قوي. وانت كمان مبسوطه؟ تعالي بقى، انا سايباكي تدلعي شهرين ثلاثه وبعدين هجيب الجنبي. ماما انا مش تعبانه خالص ان شاء الله، مفيش تعب. اتفضل فروبي. ها ما قلتليش احساسك ايه بقى؟ الحمد لله. بقول لك ايه، احنا مش هنشتغل بقى بطل، ولا انت هتقضيها كده من الاعيان وصحاب القصور؟ نشتغل ايه؟ حاجات كتير. ولا انت مبسوط في المكتبه دي؟ مبسوط الحمد لله. انا مش مبسوط، وسلمى انا عارفها، هتحتاج حاجات كتير. انا عندي ليك اقتراحات كتير قوي للشغل، احنا بقينا عيله واحده. انت كام يوم كده وتنزل لي القاهره، نقعد انا وانت نتكلم واقول لك احنا ممكن نعمل ايه سوا. ان شاء الله لما سلمى تقوم بالسلامه، شويه شويه هننقل كل حاجه للقاهره، شغل، اقامه، والقصر يفضل موجود. انا هتولاه وجدته، هخليه تحفه. ايوه بس انا لسه ما قررتش. هتقرر، تعالى بقى فرجني على القصر. قصر عجيب، لا هو اكبر قصر ولا افخم قصر، بس عجيب. تعرف القصر ده شاف ايام كتير قوي يا يوسف. القصر ده تمنه مش بالتحف اللي فيه ولا بعمره، بالايام اللي شافها. ايوه ولسه هشوف ايام تاني مع احفادي. تعرف مش خسارة الفلوس اللي دفعناها عشان القصر يرجع لنا، انا كنت مستعد ادفع اكتر منها اساسا. ليه؟ عشان سلمى. سلمى مش محتاجه. بس انا محتاج. محتاج ايه؟ محتاج سلمى تبقى مبسوطه. هي المطابخ كانت تحت هنا في البدروم صح؟ ايوه. احنا جوعنا، هتغدينا ايه بقى يا بطل؟ اعمل حسابك انت من دلوقتي استلمت الشغل عندي خلاص. على فكره انا بدفع مرتبات كويسه قوي، ما بالك جوز بنتي ابني يعني. سلمى بس تقوم بالسلامه ان شاء الله وكل حاجه تتغير للاحسن. عايز كمان نسخه من مفاتيح القصر عشان مثلا انا وهدى نتخنق كده من جو القاهره، نيجي هنا نغير جو شويه. حاضر. خلي بالك من سلمى يا يوسف. يلا يا هدى هنيجي تاني يا حبيبتي. توحشيني يا ماما. سلام يا يوسف. مع السلامه. كمان. باي باي يا حبيبتي. باي يا بابا. باي باي. باي باي. باي باي مع السلامه. بس ايه الحوارات الطويله اللي مع الاب دي؟ بيعرض عليا شغل عنده. طب ما تقول لا. ليه؟ لان العرض مضايقك. بس انا ما قلتش انه مضايقني. مش لازم تقول، ما هو باين عليك. ما تعملش حاجه انت مش عايزها. محدش بيعمل اللي هو عايزه. بالعكس، طول الوقت احنا بنعمل اللي احنا عايزينه. المشكله لما بيبقى مش عارفين احنا عايزين ايه.